فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: جدي رجل ثري جدا، وقد جعل جميع ماله وقفا، علما بأن أولاده ليسوا بحاجة إلى المال، هل يجوز ذلك؟ يجوز له ذلك إذا كان وقفا منجزا، منجزا في حياته. أما إذا كان وقفا معلقا على الموت فيأخذ حكم الوصية، يرجع إلى حكم الوصية، ولا ينفذ منه إلا الوصية فقط. نعم.